يا جدتي وأميمتي فلتصبري، رغم البلاء محوطا من كل جن، مرض يلي مرضا وكسر بالغ يتلوه كسرا حار فيه كل طب. 20 مرت ما مشيت بيننا، كلا ولا فارقت يا أم النصب، كلا ولا فارقت يا أم النصب. مذ أنوعيت رأيت جسمك مقعدا فوق السرير، ولم يفارقني العجب، تعالوا محياك ابتسامة مؤمن راض على رغم البلايا والتعب. ولسانك دوما إذا كرب أتى مستغفر من كل شكوى أو وصب، مستغفر من كل شكوى أو وصب. يا جدتي وأميمتي فلتصبري، رغم البلاء محوطا من كل جن، مرض يلي مرضا وكسر بالغ يتلوه كسرا حار فيه كل طب. 20 مرت ما مشيت بيننا، كلا ولا فارقت يا أم النصب، كلا ولا فارقت يا أم النصب. طوبى لك فلقد عزلت عالما وعزلت فتنته وأنواع اللعب، وقررت في صون ببيت طاهر عما لذكر الله يا أمي حجب. وإذاعة القرآن دوما صوتها في الدار، فهو من النقاوة قد عذب. كم بالسرير ختمت ختمة موقن لم نحصها، لكن ربي قد كتب، لكن ربي قد كتب. كم من صغير قد أتى في لهفة لحلاوة تعطينه في كل حب، ودواك قد ملأ السرير وإنه لا مال فيه ولا أساور من ذهب. هذا السرير يكون أمي شاهدا يوم القيامة بالشهادة ينتصب. شهد البلاء سنينه وعذابه، شهد التصبر لا اعتراض ولا غضب. يا قرة العينين يا أمي عسى هذا البلاء يعليك في أعلى الرتب،
وعسى الإله بأن يثيبك راحة فوق الأرائك، لا ضجيج ولا صخب، تمشين في جنات عدن ساقك لا علة فيها ولا أدنى وصب، ويداك تقطف من ثمار قد دنت للصابرين على البلاء إذا وجب. يا قرة العينين يا أمي عسى هذا البلاء يعليك في أعلى الرتب، وعسى الإله بأن يثيبك راحة فوق الأرائك، لا ضجيج ولا صخب، تمشين في جنات عدن ساقك لا علة فيها ولا أدنى وصب، ويداك تقطف من ثمار قد دنت للصابرين على البلاء إذا وجب.